بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله بنتكلم في دراسة الجدوى المالية، وطبعا فيما سبق تحدثنا في الإطار العام لدراسة الجدوى، وتحدثنا بعد ذلك في دراسة الجدوى التسويقية، وتكلمنا بعد كده في دراسة الجدوى الفنية، وبعدها تكلمنا عن دراسة الجدوى التمويلية. والنهاردة بإذن الله بنستكمل مراحل دراسة الجدوى في الحديث التفصيلي عن دراسة الجدوى المالية. وفي البداية يعني بنستعين بالله سبحانه وتعالى، وبنقول ان دراسة الجدوى المالية في الاساس ما هي الا احدى دراسات الجدوى الاقتصادية اللي بتهدف في الاساس الى تقدير قائمة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وطبعا حساب معايير ومؤشرات الربحية التجارية في ظل التأكد، وكمان حساب معايير ومؤشرات الربحية التجارية في ظل عدم التأكد. هذا فيما يتعلق يعني بأهداف دراسة الجدوى المالية بشكل عام، لكن دعونا يعني نتحدث بشكل تفصيلي عن هذه المؤشرات وهذه المعايير الخاصة بالربحية التجارية في ظل التأكد وعدم التأكد. ولكن قبل الحديث عن هذه المؤشرات وهذه المعايير، لابد أن نوضح في البداية ولو بشكل سريع ما الفرق بين ظروف التأكد وظروف عدم التأكد. الفرق بينهما بسيط، الفرق بينهما في أن ظروف التأكد يعني تعني أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية في مجتمع معين من المجتمعات يعني مستقرة وآمنة تماما، لا يوجد أي تغيرات فيسيولوجية أو أي تغيرات يعني اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية. أما الظروف عدم التأكد يعني تتطلب أو يعني نقول دائما ما تحتوي على ظروف عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي، مثلا حالات من التضخم، حالات من الكساد، حالات من التقلبات، حالات من الاضطرابات. فهنتحدث إن شاء الله في ظل التأكد وفي ظل عدم التأكد. ففي البداية بنتكلم عن مؤشرات ربحية تجارية في ظل التأكد. أول معيار معانا من معايير مؤشرات الربحية التجارية في ظل التأكد هو معيار اسمه معدل العائد المتوسط على الاستثمار، وده يعني إحدى المعايير البسيطة الأولية اللي بتستخدم في بيان الربحية التجارية للمشروع. وهذا المعدل يختصر في المعادلة المكتوبة أمام حضراتكم، بنقول في هذه المعادلة أن معدل العائد المتوسط على الاستثمار بيساوي قيمة المبيعات ناقص تكاليف التشغيل بدون فوائد القروض على الاستثمار الكلي. طبعا والاستثمار الكلي هنا اللي هو حجم الاستثمار الكلي، ما هو إلا الاستثمار المملوك والاستثمار غير المملوك. طيب دعونا نأخذ مثالا تطبيقيا عشان نفهم على طول إزاي بيتحسب معدل العائد على الاستثمار. في إحدى الأمثلة معانا هنا هو بيقول إذا تم تقدير التكاليف الاستثمارية لمشروع معين، مناح للثروات مثلا ب 250 ألف ريال، منها 170 ألف ريال رأس مال مملوك و 80 ألف ريال رأس مال مقترض، وقيمة المبيعات في سنة معينة مثلا من سنوات التشغيل كانت 160 ألف ريال، وجملة التشغيل اللي هي المصروفات النقدية والفوائد والإهلاك والضرائب كانت 60 ألف ريال، منها 30 ألف ريال فوائد القروض. المطلوب احسب معدل العائد على الاستثمار الكلي. طيب احنا دلوقتي كتبنا المعادلة بتاعتنا وقلنا ان معدل العائد على الاستثمار ما هو الا قيمة المبيعات ناقص تكاليف في التشغيل بدون فوائد القروض على حجم الاستثمار كلي. يبقى دلوقتي باختصار شديد على طول هنقول معدل العائد على الاستثمار يساوي معدل العائد على الاستثمار يساوي كام؟ هنقول بيساوي قيمة المبيعات لدينا في المعطيات هتبقى 160 ألف، وتكاليف التشغيل طبعا ناقص تكاليف التشغيل بدون فوائد القروض اللي هي هتبقى تكاليف تشغيل اصلا 60 ألف ناقص فوائد القروض اللي هي 30 ألف، كل ده تقسيم اللي هو حجم الاستثمار الكلي اللي هو المملوك وغير المملوك اللي هم 170 زائد 80 يعني حوالي 250 ألف بتساوي 160. طبعا 60 ناقص 30 يبقى 30 على 250، يعني الكلسة ديت او المعادلة ديت هتبقى طبعا لازم تغرف في المية، هتساوي 52 من 100، ولو ضربنا في المية هتساوي على طول في النهاية هتساوي 52%. يبقى معدل العائد على الاستثمار في هذا التمرين او في هذا المثال طلع لي 52%. هو ده اول مؤشر من المؤشرات يعني دراسة الربحية التجارية في ظل التأكد.